بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. تم سفرنا من اليمن لعلاج زوجتي كان عندها ورم في الدماغ، وتمت المقابلة مع الدكتور أنجنادم، ودخلنا مستشفى سنشيان لغرض العلاج الورم. فالحمد لله تقابلنا مع دكتور محترم والذي قام بالعملية، والحمد لله العملية نجحت، نحمد الله ونشكره، ووفقنا الله سبحانه وتعالى بأخواننا من اليمن بالتعاون معنا بالترجمة والمعاملة والسرحة والرجعة والفحوصات وكل شيء. والحمد لله الآن تمت العملية بنجاح. نتقدم بالشكر للدكتور الذي قام بالعملية أنجنادم، والمدير العام المستشفى، وجميع الممرضات والممرضين داخل المستشفى الذين يعملون عملهم بإتقان. ونتمنى أن يكون لنا ولد زي الدكتور الذي فعل العملية، لأنه إنسان مخلص، ونشكره على مجهوده الذي قام بالعملية. الحمد لله تمت بنجاح، والفحوصات تمت بنجاح، والآن فحوصات طلعت سليمات. واللي ما خوف منها قالوا أنه ورم خبيث سرطان مدري إيش، الحمد لله طلع ورم حميد، ولحد الآن الحمد لله بخير بإذن الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى وفقنا، ونشكر جميع من ساعدنا ومن قام معنا في اليمن من أخواننا من أصدقائنا، ونتقدم بالشكر لجميع الدكاترة داخل المستشفى الذي قاموا بالعملية، ولهم مني جزيل الشكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sunshine, it's our sunshine.